السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناتكم قناة ماي كوين، قناة نسائية من الدرجة الأولى، بتقدم عالم الموضة والجمال واللبس والأزياء وكل حاجة. زي ما انتوا شايفين، فيديو النهاردة عبارة عن لانجيري أبيض، اللي هو لانجيري يوم الفرح ويوم الزفاف. طبعا في أشكال كتير وفي أشكال متنوعة، منها القصير ومنها الطويل ومنها الستان ومنها القطيفة ومنها اللي فيه جبير كده هو من تحته، وفي منها الشفاف، وفي عبارة عن أطقم برضو داخلية بيضة اللي هو اليوم الزفاف. وطبعا اللون السائد بيبقى الأبيض في جميع الدول العربية. في كتير من البنات مش بتحب اللون الأبيض، بتحب تغير في الألوان يوم الفرح، بس هو اللون السائد في جميع الدول، ويمكن يكاد حتى الدول الأوروبية اللي هو اللون الأبيض. طبعا نسبة ان اول يوم زفاف وكده، وان تبقى اول يوم ابيض كده وتبقى حياتكم كلها بيضة وجميلة ان شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين التصاميم يا بنات، وزي ما انتوا شايفين الازياء عاملة ازاي، وشايفين اشكالها وشايفين تنوعها، وكل واحدة طبعا تقدر تختار اللي هي هتحس انها هتبقى جميلة فيه وهتبقى مرتاحة فيه، لان كل جسم واحدة غير التانية. وفي منا يعني اللي هو بيبقى جسمها متناسق، وفي منها اللي بيبقى جسمها مليان شوية، وفي منها اللي بيبقى جسمها نحيف. فكل واحد وليه حاجة معينة يلبسها، مش اي حد تلبس اي حاجة وخلاص، لا، كل واحدة بيبقى لها حاجة معينة بتقدر تلبسها عشان تبرز جمالها، وكل واحدة عارفة يعني ايه اللي بيبين جمالها وايه الحاجة اللي بتخليها اكتر جمال. وزي ما انتوا شايفين يا بنات، في تصاميم جديدة نازلة، ترندات في السوق، في منها السلوبيتات البيضة. طبعا اهو شكلها شايفين عامل ازاي، جميل جدا وحلو خالص، وهو ده شكل جديد كمان. في ناس مش بتحب التجديد، في ناس بتحب الحاجات التقليدية العادية، بس انا انصحك ان انت تجيبي ده وتجيبي ده. يعني بالنسبة ان يعني كل يوم تغيري وكل يوم تلبسي جديد، هو مش هنلبسه مرة واحدة وخلاص، لا، انت هتلبسيه دايما وهتجددي دايما ان شاء الله. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يجي لحضرتكم كل جديد. سيبك تتفرجي الفيديو، ما تنسيش تضغطي لايك وتسيبي لي تعليق، وان شاء الله هرد على تعليقاتكم كلها ان شاء الله باذن الله عز وجل. وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان كل ما يوصل فيديو تتفرجوا عليه ان شاء الله.